متابعين شفت فينا سلام، مرحبا بكم انا في هذا البث المباشر مدينه تطوان، مباشره من تطوان مع معتكف كيف. اهلا وسهلا ومرحبا. طبعا اليوم اخترنا لكم هذا الموضوع اللي هز الراي العام الوطني والدولي بعد مقتل الشاب المغربي يونس الله يرحمه. بغينا اولا الدعوات اسبانيا من طرف عنصري اسباني اللي قتل هذا المغربي بالقرطاس بدم بارد. اولا بغينا جميع المغاربه سواء داخل الوطن او خارج الوطن نترحموا على هذا الشاب المغربي اللي تقتل في اسبانيا بالقرطاس من طرف اسباني عنصري. وبغينا الدعوات ديالكم الله يرحمه، الله يصبر الاهل ديالو، الله يصبر الزوجه ديالو، الله يصبر عائلته الصغيره والكبيره، والله يصبر كل المغاربه اللي تفاجؤوا بهذه الجريمه النكراء طبعا اللي أسفتنا كثير بصراحة، وجدت في هذا الوقت تزامنا مع هذه المشاكل وهذه الاستعدادات وهذه الفرحة ديال الجالية المغربية اللي كتستعد أنها تجي أرض الوطن. تعازينا الحارة متسبعي قناة شوف تي في، وكنستنكروا بشدة وتندينوا هذا التصرف الطائش اللي وقع من طرف هذا الإسباني العنصري في الحقيقة اللي قتل هذا الشاب يونس الله يرحمه، الله يوسع عليه والله يصبر الاهل ديالو. كيف استقبلتوا هذا الخبر متابعينا؟ طبعا هذا الشيء طبعا اسفنا بصراحه، ألمنا، لانه باش يتقتل شاب مغربي، شاب يونس الله يرحمه بالمناسبه، والله يصبر الاهل ديالو والزوجه ديالو. وتابعتوا معنا متابعينا في الفيديوهات وفي المباشر في اسبانيا الزوجه ديالو مسكينه كيفاش كانت كتبكي وكيفاش كانت منهاره وكيفاش يعني عدد كبير ديال المغاربه اللي تألموا من هذه الجريمة النكراء في هذا الوقت بالضبط. هذا الشاب يونس كان جالس في مقهى مع رفقة ديال مجموعة ديال الزملاء ديالو كما باقي المغاربة، جاء إسباني بالمسدس وقتلو بالقرطاس للأسف. الله يرحمه، الله يصبر الأهل ديالو والأصدقاء ديالو والزوجة ديالو، الله يصبر جميع المغاربة، لأن هذا الشيء بالفعل ما كانش خصو يكون، وتندينوه بشدة وبشدة وبشدة. كيف استقبلتوا هذا الخبر وكيف جاكم هذا الخبر مع جريمة القتل ديال هذا الشاب يونس الله يرحمه اللي أثر فينا واللي تقتل في مدينة مورسيا الإسبانية من طرف إسباني للأسف. هذا الشيء خطير وتأسف، ما بغيناش نبقاو نشوفوا ونسمعوا مثل هذه الأخبار، لأن تصوروا كيفاش غتكون الأسرة ديالو الزوجة ديالو مسكينة راه كانت عليها تحماق، الله يحسن العون. طبعا حنا تنكرو هذا الشيء بشده وتيأسف، والناس كتعيش الرعب الان. يعني الجاليه المغربيه بصراحه يعني تزامنا مع العوده ديالها لارض الوطن والناس فرحانه، ولكن جاء هذا المشكل هذا اللي اربك الحسابات كذلك. بغينا الدعوات ديالكم، الله يرحمه، الله يصبر الاهل ديالو، الله يجعلو متوهجنا ان شاء الله، لان باش تقتل شاب بالقرطاس من طرف اسباني بواحد الطريقه اللي استنكرها الكل في الحقيقه لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا هذا الشيء اثر فينا واثر في الجاليه المغربيه والناس اللي حضروا الاصدقاء ديالو متابعينا اللي حضروا هذه الواقعه. طبعا هذا الشيء الزوجه ديالو مسكينه، زوجة ديال يونس اللي قتلوا الاسباني منهاره، ومئات المغاربه كانوا تيبكيو امام المقهى وداروا وقفه احتجاجيه وتنديديه بالمقهى اللي وقع فيها هذا المشكل. طبعا هذا الاسباني اللي قتلوا بلا رحمه وبلا شفقه لا حول ولا قوه الا بالله. هذه الظاهره او هذه الطريقه عفوا اللي قتلوا بها بالقرطاس في مقهى يعني بلا ما يقاوم بلا ما والو، لماذا؟ لان مصطلح ديال مورو او ماروكي ما ندخلوش في هذه الامور بهذه الطريقه متسبعين، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني تصوروا أن شاب مغربي يتقتل بالقرطاس بواحد الطريقة بشعة اللي هزت كل المغاربة، وشفنا عدد كبير ديال المغاربة تيبكيو أمام المقهى اللي تعرض اللي تقتل فيه هذا الشاب هذا المغربي يونس اللي تنحاضر الأسرة ديالو مدينة بني ملال. طبعا كانت جنازة كبيرة غيابية في بني ملال، الكل تيبكي، شفنا المغاربة في إسبانيا في منطقة مرسيا فين وقعت الجريمة تيبكي، والزوجة ديالو مسكينة الله يصبرها منهارة. صعيب أن الإنسان يتقتل بدم بارد من طرف إسباني عنصري مما لا شك فيه، هادشي اللي يمكن له يتقال.
لا حول ولا قوة إلا بالله. مزيد من الحيطة والحذر بالنسبة للجالية المغربية، لأن هذا التهور وهذه الأمور بحال هكا لا قدر الله ما كتعرفش شنو ممكن له يوقع، ولكن مزيد من الحيطة والحذر. إذا كما قلت، الزوجة ديال الشهيد المغربي يونس اللي قتلوا إسباني عنصري منهارة ومئات المغاربة شنو هم تيبكيو، بغينا الدعوات ديالكم، الله يرحمه الله يصبر الأهل ديالو. ما بغيناش نبقاو نشوفوا مثل هاد التصرفات الإخوان، لأن هاد الشيء راه خطير وخطير بزاف بصراحة. هاد الشيء خطير وخطير بزاف. الله يحسن العوان. يعني بالنسبة للزوجة ديالو كانت منهارة، وشفنا عدد كبير ديال المغاربة يعني بالدموع كيبكيو كيبكيو، وشفتي فيرا خدينا تصريحات شهادة بالدموع المغاربة في إسبانيا حضروا لحظة قتل الشهيد يونس من الإسباني عنصر. يعني مغاربة تيبكيو بالدموع، يعني تقول لك الناس اللي كانوا شاهدين وكانوا جالسين في المقهى وشهدوا الطريقة كيفاش تقتل بها هذا المغربي يونس اللي كان حاضر من مدينة بني ملال، هذا الشاب اللي خلى الزوجة ديالو طبعا عليه تحمق مسكينة. الله يحسن العورة، ماشي سهلة في الغربة ويتقتل بطريقة اللي خطيرة وخطيرة بزاف. انتم كيفاش استقبلتوا متتبعينا هذا القرار، عفوا هذا الخبر، هذا الجريمة النكراء اللي أكيد كندينوها بشدة. أولا بغينا الترحمات ديالكم، بغينا جميع المغاربة يدعوا له بالرحمة والمغفرة، والله يصبر الأهل ديالو. راه صعيب صعيب بزاف أن الإنسان في الغربة وجالس في القهوة ما به ما عليه مع مجموعة ديال الأصدقاء حتى يتفاجأ بإسباني عنصري داخل بالرصاص يعني بالقرطاس ويتيري فيه جثة هامدة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا هذا الشيء تأسف. كما قلت يعني خدينا تصريحات شهادة بالدموع المغاربة بإسبانيا حضروا لحظة قتل الشهيد يونس من إسباني عنصري. زوجة الشهيد المغربي يونس اللي قتلوا الإسباني العنصري منهارة ومئات المغاربة تيبكيو. طبعا قتلوا بدون شفقة بدون رحمة بدم بارد، لا حول ولا قوة إلا بالله. بغينا الدعوات ديالكم الله يصبروا. طبعا احنا نستنكروا بشدة، شفنا تصريحات ديال الكبير ديال المغاربة اللي استنكروا هاد المشكل هاد الجريمة، لأن كما قلت هاد الشيء راه ماشي سهل، يعني باش نكونوا واضحين صعيب، ولكن للأسف ما بغيناش كما قلت أحيانا والله العظيم تيصعب التعليق. لماذا؟ لأن ملي كيجيك خبر بحال هكا أن شاب يتقتل بحكم أنه مغربي جالس في مقهى عمومية فيها مجموعة ديال الأشخاص ويدخل إسباني دم بارد يعني بالرصاص ويتيري في هاد الشاب اللي فارق الحياة على طلقات نارية قاتلة للأسف. انتم متتبعين قناة شوفتي طبعا الله يسك بصراحة، بغينا الدعوات ديالكم الله يصبر العائلة ديال هاد الشاب. يعني تصوروا أنه شاف مقتبل العمر متزوج جالس في القهوة يتقهوى مع الأصدقاء ديالو، فجأة أنه غادي ينوض إسباني فاقد السيطرة وهي حالة هيستيريا ويتيري فيه بالقرطاس، لا حول ولا قوة إلا بالله. للأسف للأسف. علي يقول أمس امرأة بلجيكا واليوم شاب بإسبانيا. مزيد من الحيطة والحذر الله يخليكم. الوضع مع هذا الشيء اللي واقع في الظرفية ماشي سهلة، إنسان الله يحفظ. ما بغيناش طبعا هذا الشيء، تنستنكره بشدة، وأكيد القضاء عندنا ثقة في القضاء أنه باش يدين هذا المجرم، ولكن شكون غادي يعوضه؟ شكون يعوض الزوجة ديالو الأم ديالو مسكينة العائلة ديالو الآباء جيران كل كيستنكرش، ولاد حومته ولاد الدرب الأصدقاء ديالو اللي حضروا الواقعة اللحظة ديال القتل ديالو بقرطاس من طرف هذا الإسباني العنصري للأسف، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا متتبعينا كيف استقبلتوا أنتم هذا الخبر؟ طبعا هذا الشيء تيأسف وتيبكي بالفعل تيبكي.
بالفعل تيبكي متسبعينا. لماذا؟ لان كيفاش غيتقبل، كيفاش غتقبل الاسره ديالو والعائله ديالو الصغيره والكبيره، والمدام ديالو اللي كانت منهاره الله يصبرها. بغينا الدعوات ديالكم متسبعينا، هذا هو الاهم. بغينا الدعوات ديالكم بالرحمه والمغفره، واكيد كل المغاربه تيستنكروا بشده مما لا شك فيه هذا العمل الاجرامي اللي قام به هذا الاسباني. احنا مقبلين على عمليه مرحبا والدخول ديال المغاربه والاستعدادات والتحركات ديالهم. طبعا كنستنكروا بشده ومزيد من الحيطه والحذر الله يخليكم، لان هذا الشيء ماشي طبيعي وجا في هذا الوقت. هل انتم عارفين علاش؟ ابراهيم كيقول الله يرحمه ويرزق اهله الصبر والسلوى، انا لله وانا اليه راجعون. طبعا بغينا الدعوات ديالكم المغرب بالمغفره والرحمه، والله يصبر الاهل ديالو. صعيب، الله يحسن العون. يعني شاب في مقتبل العم متزوج جالس في القهوه مع اصدقاء ديالو عادي، ويجي اسباني عنصري بدم بارد ويقتلوه بالقرطاس في الوقت اللي لا حول ولا قوه الا بالله. هانتوما شفتوا الفيديوهات اللي خدينا من عين المكان، التصريحات ديال الناس الاصدقاء والشهود اللي حضروا الواقعه، تيبكيو. طبعا هادشي تيألم. يعني تصور انسان جالس في القهوه ما بهم عليه، تيجي اسباني بالسلاح بالقرطاس تيحو جوج تهامينا. الطف الى هي وقفت مع هذيك الناس اللي كانوا في ذاك المقهى، كان ممكن لا قدر الله ممكن كانوا يكونوا اكثر من ضحيه. الحمد لله على كل حال، الله يخليكم. ردوا البال، خاصة الجاليه المغربيه ردوا البال. وفي هذا التوقيت اللي كاين استعدادات جاريه على قضيه، راه الاسبانيول نايض فيهم السعر الان. لذا المصطلح ديال مورو ولا مارويكو، مورو خلق مشكل، جاء الاسباني العنصري طبعا وتيرا في هذا الشاب المغربي يونس، الله يرحمه ويوسع عليه والله يصبر الاهل ديالو. لان عدد كبير ديال الاصدقاء والعائله ديالو في بني ملال كيعيشوا الجحيم لا يطاق في انتظار طبعا وصول جثة ديالو، جثمان ديالو عفوا، الى مسقط راسه بني ملال. طبعا جنازه في اسبانيا وجنازه في المغرب في منطقه او في مدينه بني ملال. بغينا الدعوات ديالكم، الله يرحمه الله يصبر الاهل ديالو الله يصبر الزوجه ديالو. طبعا كل مغاربه العالم كيستنكروا هذا الفعل الجرمي الخطير اللي يتزامن مع هذا تزامنا مع الاستعدادات ديال الجاليه المغربيه الرجوع الى ارض الوطن. كنتفاجئوا بهذا القرار، بهذا عفوا بهذه الجريمه اللي دار هذا الاسباني العنصري. اذا متسبعين احنا معكم في هذه الجوله عبر شوارع الحمر البيضاء. مريم كتقول سبته ومنين يرجعوها صحه، الله يرحمه الله يصبر الاهل ديالو. طبعا اثر فينا، المنا، بغينا بالفعل الدعوات ديالكم للاسره ديالو الصغيره والكبيره، الله يرحمه وردوا البال. طبعا هذه رساله مفتوحه لكل الجاليه المغربيه، واللي عندوش عائله ديالو يرد البال، لان الان خاصه في اسبانيا كاين واحد الضغط كبير تزامنا مع هادشي ديال الهجره ديال العوده ديال المهاجرين عفوا ديال عمليه مرحبا، وانتم عارفين علاش. اذا انسان بات كونفيونس، لان ما كتعرفش شنو ممكن يوقع. تزامنا المتسبعين مع هذه الجريمه النكراء. ما كاين لا مشكل لا والو، السيد جالس في القهوه جا هذا وصفى عليه بطريقه خطيره بعده رصاصات للاسف، وتم القتل ديالو. لا حول ولا قوه الا بالله. متسبعينا بغينا الدعوات ديالكم، بغينا الدعوات ديالكم للاسره ديال هذا الشاب يونس الله يرحمه.
الدعوة ديالكم للأسرة ديالو، الله يرحمه الله يصبر الأهل ديالو. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا دائما متابعينا بغينا الدعوات ديالكم، الله يرحم هذا الشاب يونس اللي تقتل في إسبانيا من طرف إسباني عنصري بالرصاص. طبعا بغينا ترجع الحياة الطبيعية، بغينا ما بغيناش نسمعوا هاد، ما بغيناش نسمعوا الجالية المغربية كتعرض من هاد الطلقات او هاد الجرائم الخطيرة. لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا هاد الشيء كما قلت خطير وأثر في الجالية المغربية في إسبانيا في جميع المدن المغرب المدن الإسبانية، ولكن دورنا هنا في شوف تيفي كنستنكروا هاد الجريمة الخطيرة اللي لا حول ولا قوة إلا بالله اللي أثرت في الأسرة الصغيرة والكبيرة وفي كل المغاربة. طبعا الحمد لله على كل حال، هي صعيبة ولكن أعمر بيد الله. الحمد لله على كل حال أن كان ضحية واحد، كان ممكن لا قدر الله أن هذا الإسباني يدخل بهذا السلاح الناري، كان ممكن لا قدر الله أنه كما تنقولوا يسجل أكثر من شخص، ولكن الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. طبعا هادشي تيأسف متابعينا. غادي نقربكم من الشهادات ديال المغاربه اللي خدينا في عين المكان بعد ما كانت وقفه احتجاجيه حاشده في مكان وقوع الجريمة. طبعا عدد كبير ديال المغاربه اللي حضروا في مكان وقوع الجريمه كانوا تيبكيو كما قلت، وغادي نسمعوا لكم تصريح اللي خدينا مع المغاربه هناك. لا حول ولا قوه الا بالله، الله يرحمه الله يصبر الاهل ديالو. طبعا هذا الشيء اثر في عدد كبير ديال المغاربه والجاليه المغربيه وخصوص اسبانيا. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا كانت وقفة احتجاجية حاشدة وكان فيها صور ديال الضحية في الباب ديال المقهى، ونساء رجال شباب، يعني عدد كبير ديال. غادي تسمعوا تصريح ديال في اليوم اللي وقع الحادث. كنت أنا هنا بولالي في رحلة قصيرة وصغيرة هذا البويبلو. الحادث اللي وقع حسب الشهود العيال اللي كانوا تما حدا الحدث، انه السيد كان هو المراه ديالو خالته هنايا في القهوه، السيد اللي كان حداهم نوض الصداع بانه راكم مسوقين هذا المرور مع المرور. حنا نهضروا على كشخص ماشي على المجتمع الاسباني وكذا، على كشخص وحياتي وعلى نفسي. قال لهم راكم مهتمين بالمرور خليني انا، رغم انه هو من عيطوا للمسؤول ديال البار. من جا مسؤول البار قال له ودي سير خليني ترانكيل، راه القضيه يعني السيد كان في التور قبل، النوبه كان قبل منك. هذا السيد ما عجبوش الحال قال له سير تمشي. السيد كان مشى مع رجع حتى واحد ما كان ناوي غادي يجبد البيستولي. السيد زاد هضر غرق له، يعني زاد غرق يعني في الكلام اللي كاين العنصري الذي خرج من لسان ذلك الشخص الذي هو حجة على نفسه. ولا أتكلم عن المجتمع الإسباني لأننا معهم أصدقاء أحبتنا وكذا، هناك من يتعايش بسرعة وهناك كباقي المجتمعات. إذن السيد منا يعني بديك الغيرة عن كلمة المورو عاد قال واحد الكلمة التي لا تستحقون سماعها احتراما لكم في هذه القناة.
معنا السيد جبد من هذا وقف لاخر وقف له هز البيستولي تيرا فيه عطاه ثلاثه ديال القرطاسات جوج تمكنوا منه وحده ما تمكنتش منه هادو اللي كنشد بهم وشدها وحده ضربته للقلب هنا ضربته للقلب وخرجت قد لاصقه هنا وحده ضربته منه وخرجت له هذه هي الاخبار المؤكده اللي حضرت ليها وكنت في عين المكان ولا زلت معه في عين المكان ونحن ان شاء الله جئنا لنحضر لهذه الوقفه الاحتجاجيه ضد العنصريه وضد المعاناه وضد كره الاجانب الاكسينوفوبيا والرافيزم نحن ضد إذن متسبعينا كما سمعتوا تصريح ديال شاهد عيال اللي كان حاضر الواقعة واللي تأكد لشوف تي في خلال هاد الوقفة الاحتجاجية اللي داروها هاد المغاربة وبما فيهم هاد الشخص اللي كان بالمناسبة في هذاك المقهى في هذاك البار هانتوما سمعتوا أن الضحية كان رفقة الزوجة ديالو وبنت خالته دخلوا باش يطلبوا شي حاجة باش يشربوها ولا ياكلوها في هاد المقهى فإذا به هاد الإسباني بدا كيحتاج مورو ما مورو يعني كيسيء المغاربة جا المسؤول على المقهى قال له لا هاد الناس هادو راه قبل منك شادين الفيله شد النوبه ديالك الاخر ما عجبوش الحال انتم سمعتوا ثلاثه ديال الرصاصات جوج اللي جاوا فيه وحده خطاها الاولى على مستوى القلب والثانيه على مستوى الصدر طبعا هنا متسبعين جوج ديال القرطاسات يعني في القلب اكيد زقت الروح ديال الشاب يونس الله يرحمه أمام أعين الزوجة ديالو وبنت خالته وعدد كبير ديال المغاربة شهود عيان اللي كانوا حاضرين في هذا الواقعة طبعا هذا المواطن المغربي اللي عطى تصريح نشوف تي في أكد أنه طبعا باش ما يترش نكونوا كنعطيو الكلام فيه طابع ديال العنصرية في حد ذاته والاتهام يعني مزيان العيان كيف ما مشيتي أنه عنده أصدقاء ديالو إسبان يعني ناس ظريفين كيتعايشوا مع المغاربه كيتعاملوا هذه حاله معزوله اللي دار هذا الاسباني للاسف وقتل به هذا الشاب المغربي طبعا هذا كيبقى الراي ديال هذا المغربي متسبعينا هذا الشيء طبعا اسف جميع المغاربه والناس اللي حضرت على هذه الجريمه قتل غادي نكملوا ونسمعوا الكلمه ديال التصريح ديال العدد الكبير ديال المغاربة كذلك اللي كانوا حاضرين في هذه الواقعة لا حول ولا قوة إلا بالله يا حنان جمعية حقوق الإنسان للمغاربة في إسبانيا لازم كلهم يعملوا أوكي مش التعليق فاطمة كتقول الله يرحمه الله يجعل مثواه الجنة أمين يا رب العالمين لا صعيب بصراحة غادي نسمعوا تصريح الأفكار والمؤسف المؤسف هناك من يتأثر ببعض أقاويل الأحزاب المشجعة عن هذا الذي هذا الذي لا يشرفنا لا يشرف الإنسانية كمجتمعات نحن كجمعيات كأشخاص كفاعلين جمعويين هدفنا وهدفنا هو زرع التعايش فيما بيننا فيما بين المجتمعات لأن العولمة أرادت أن تحول العالم إلى قرية صغيرة فنعم نحن متفائلين بهذا بما أن المجتمع العالم أراد أن يصبح قرية صغيرة فنحن فرحون بهذا ولكن إنسانية من الناس المدافعين على الإنسانية في هذه البيئة من الناس الذين لا منه ولا من أي جنس إذا كما سمعت متسبعي قناة شوف تي في طبعا تصريحات اللي كتندد كذلك بهذه الجريمة الخطيرة اللي تعرض لها الشاب يونس أمام أعين الزوجة ديالو يعني تصوروا الله يحفظ أكيد الزوجة ديالو ماشي عاد تبقى منهارة خاصة طبيب نفسي ظروف ديالها حاليا صعيبة وصعيبة بزاف الله يحفظ لأن الإنسان ما به ما عليه في مقهى يدخل باش يكونسومي رفقة الزوجة ديالو عادي جدا حتى كتفاجأ او الزوجه كتشوف الزوج ديالها تيطيح بالقرطاس على مستوى القلب طبعا صعيب والله يحسن العوان اذا من تطوان دائما متابعينا تنعلنوا التضامن ديالنا لا مشروط مع الاسره ديال الشاب يونس الله يرحمه والله يصبر الاهل ديالو تخيلوا معايا متابعينا هذا الفيلم فجاه ان السيده مع الزوج ديالها في مقهى رفقه بنت خالتها ولا بنت خالته على عمر رفقه العائله حتى كتفاجئ ان الرجل تيطيح قدامها مضروب على مستوى القلب بالقرطاس القرطاسه الاولى والثانيه والثالثه الحمد لله انه ما كانش ضحايا اكثر كان ممكن لا قدر الله انهم يكونوا يكون عدد اخر
ديال الضحايا، ولكن الطف الى هي وقفت مع هاد الناس كما تقولوا الحمد لله. ولكن الزوجه ديالو اللي صعيب ان فواحد الجو عائلي ديال المراح والضحك والانسان داخل القهوه جالس يضحك تيهضر ويتفاجئ بهاد المجرم تيضربو بالسلاح الناري ثلاثه ديال القرطاسات. صعيب طبعا. تم فتح تحقيق من طرف العناصر ديال الشرطه وسمع الشهود وتم نقل جثة للأمن التشريحي، ولكن كيبقى ان هذا الشاب لقى الحتف ديالو للاسف بطريقه خطيره وخطيره بزاف. اذا متتبعينا كنستنكروا هذا الشيء بدورنا وتنقدموا التعازي ديالنا للاسره ديالو، والله يصبره الله يصبر الاهل ديالو، لان صعيب بزاف شاب متزوج في مقتبل العمر ديالو جالس ما به ما عليه على نيتو رفقة الزوجة ديالو والعائلة ديالو كي مقهى حتى كتلقى الجثة ديالو والدماء للأسف. إذا الله العظيم صدقوني أن الإنسان أحيانا تيصعب عليه يدير تعليق على هذا الموضوع، لأن أنت كتهضر وكتستحضر هذيك اللحظة أنك أنت جالس في المقهى على العائلة ديالك الصغيرة وكتفاجأ بشخص داخل بالسلاح تيتيري في الشخص، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمه الله يصبر الأهل ديالو. بغير الدعوات ديالكم بالرحمة والمغفرة جميع المغاربة اللي متبعين معنا هذا البث المباشر داخل الوطن وخارج الوطن، الله يصبر العائلة ديالو الله يرحمه، نطلب الله يكون متواجد الجنة إن شاء الله. واكيد اكيد الزوجه منهاره، مغاربه اللي حضروا الوقفه الاحتجاجيه بالصور ديال الضحيه تيبكيو، لان شوف رجال ونساء وبنات فئات عمريه مختلفه، راه ما بقاش هنا في هاد هنا كيكونوا الاحاسيس، ما كيبقاش هذا راجل ولا هذا امراه، راه العين كتدمع كلشي تيبكي لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا حنا مجرد ما توصلنا بالخبر هنا في المغرب صدقوني انني بعد ما توصلت بالخبر في حينه من اسبانيا تألمت، لان هادشي تألم، يعني كتستحضر ان الانسان جالس ما به ما عليه في القهوه حتى كتفاجأ بواحد الشخص اما داخل بسيف ولا لا قدر الله تيضرب او تيقتل في عباد الله او سكين او سلاح ناري، لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا هادشي تيأسف. كاين ناس اللي كما تنقول عندهم واحد النوع ديال الحقد، عندهم واحد النوع ديال الحقد خطير في اتجاه المغاربه، وهذه مناسبه تنحضروا المغاربه ديالنا اللي مجموعه من الدول. قبل لحظات شفت شي اخ ولا اخت عفوا من بلجيكا قال لك ان امس شي حاجه وقعت في بلجيكا واليوم في اسبانيا. اذا هذا الشيء راه الانسان يرد البال، ونطلبوا الله الدعوات ديالكم بالرحمه والمغفره. حنا بدورنا كنستنكروا وكنرددوا هذا الفعل الجرمي الخطير. انا شخصيا شفت الزوجه ديالو كيفاش كتبكي وكيفاش كتغوت مسكينه والحاله ديالها كيفاش منهاره، لا حول ولا قوه الا بالله. زعما بصراحه هذاك الشيء تيأسف وتيألم. نتمنوا بالفعل ترجع المياه لمجاريها في القريب العاجل، لان ما بغيناش نسمعوا هذا النوع ديال الجرائم بهذه الطريقه. انسان في بلد المهجر خدام بخير مع راسو، في دقيقه هذه المكانه في رمشة عين مشى للمقهى انه يشرب قهوه رفقه العائله والزوجه ديالو، فاذا به تيجي الخبر العائله في المغرب ان فلان رحمه الله يعني تقتل بطريقه بشعه، لا حول ولا قوه الا بالله. صراحه صدقوني انه تيصعب الانسان انه يدير التعليق بهذا، رغم ان المعطيات المتوفره اللي عندنا الدقيقه تيصعب في هذه الحالات بحال هكا ان الانسان يعلق على هذا الموضوع، لانك تستحضر الزوجه ديالو اللي كانت حاضره وهذه الصوره غتبقى راسخه في الاذهان ديالها. هاد الصورة ماشي خصها تطبي بنفسي مرة في الأسبوع، هادي خصها تطبي بنفسي على مدار الدقيقة.
يعني تصوروا ان السيده رفقه الزوج ديالها والاقارب والعائله حتى كيتشوف ان السيد قرطاسه في اتجاه القلب ديالو اللي طاح جثة هامدة لا حول ولا قوة الا بالله. اذا نتمنوا دائما الدعوات ديالكم متابعي قنشوف تي في، نتمنوا ما نبقاوش نشوفوا مثل هاد الحالات، لان هاد الشيء تيأسف. الله يرحمه، الله يصبر الاهل ديالو، دعوا معاه بالرحمه والمغفره، والله يصبر الزوجه ديالو، لان حضرت على ديك الطلقات الناريه صعيب صراحه، صدقوني صعيب 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 وصعيب بزاف. صعيب الانسان جالس في القهوه ما بيه ما عليه، حتى كتشوف السيد كيطيح قدامها الطاق ثلاثه ديال الرصاصات على مستوى القلب، صعيب. الله يدير شي تاويل الخير، الله يرحمه، الله يصبر الاهل ديالو. طبعا السلطات المغربيه على مستوى وزاره الخارجيه والسفاره والقنصليه تحركوا بسرعه البرق في هذا الموضوع. نتمنوا توضع حد لهذا الشيء، لان طبعا هذا الشيء خطير بالفعل، ماشي سهل، شيء ماشي سهل. الانسان يطرح سؤال على راسه لا قدر الله وما نتمنوهاش، ولكن باش نحسوا بالمراره والمعاناه ديال الاسره وديال الزوجه ديال هذا الشاب يونس الله يرحمه اللي كان حاضر مدينه بني ملال. انسان جالس ما به ما عليه، تا كيتفاجا بشخص اخر داخل بسيف او بسلاح ناري. دان لا حول ولا قوه الا بالله، يعجز الانسان على التعليق. والله العظيم صدقوني انني اخترت الموضوع للنقاش البرنامج الليلي، وما حتىش نقول لكم، يعني ربي اللي عالم. مقلق مخسر صعيب، لان كتشوف كتستحضر هذه العمليه، السيد جالس في القهوه ما به ما عليه مع المدام ديالو عائلته، تيهضروا تيضحكوا تدخلوا المقهى عمومي، تاكي اش كاين، السيد تقتل. الله لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، زعما ما بدون تعليق، لا حول ولا قوه الا بالله. اذا متابعينا كما قلت كاملين تبعنا تبعنا الحاله، شهدت بدموع المغاربه الاسبانيين اللي حضروا لحظه قتل الشهيد يونس من الاسباني عنصري، زوجة ديال يونس الشهيد المغربي اللي تقتل منهاره، ومئات المغاربه تيبكيو، المغاربه تيبكيو. طبعا تفشي الظاهره العنصريه في اوروبا، بغينا يتوضح حد هذا الشيء، ما غادي نعموش، غادي تكون حالات معزوله، ولكن هذا الشيء خصو يتوضع له حد نهائي بصراحه. طبعا تيخطبنا في القضاء وكنطالبوا بتشديد العقوبه. هي الحقيقه ملي كنطرحوا اكثر من سؤال، شنو ها العقوبه ومن بعد؟ السيد في خيار ما فيه في الشباب ديالو توضع له حد بجريمه قتل خطيره بهذه الطريقه ديال اطلاق الرصاص. إذا غادي نختموا هذا المباشر بالدعوات ديالكم، الله يرحمه، الله يصبر الأهل ديالو، كاملين تنعلو التضامن ديالنا المشروط مع الأسرة ديال المرحوم يونس المغربي الشاب اللي تقتل. آخر هضرة اللي غادي نقولو أمام الحمرة البيضاء، بالوما بلانكا، شعار الأمن والأمان والسلم. نتمناو ما نبقاوش نشوفو مثل هاد التصرفات وهاد الجرائم العنصرية. يتوضع على حد، طبعا المغاربة شعب حضاري مسالم مؤمن، ولكن للأسف وصل الأجال ديال هاد الشاب يونس على يد إسباني بالرصاص، واللي قتلو بدم بارد. متابعي قنشوف تيفي، شكرا لكم. قبل ما نختموا هذا المباشر الليلي في هذا البرنامج الليلي، بغينا الدعوات ديالكم، دعوات ديالكم بالرحمة والمغفرة لهذا الشاب المغربي اللي تنحاضر من مدينة بني ملال. الله يرحمه،
الله يصبر الاهل ديالو، الله يصبر الزوجه ديالو اللي حضرت هذه الواقعه. انا كنطرح سؤال، هو هذه السيده شحال غيبقى في الذهن ديالها باش يمكن لها تمسح لها هذه الصوره السيئه؟ صدقوني غتبقى الى ما لا نهايه، لان باش تحضر جالس في قهوه تضحك ما بيك ما عليك او في مطعم او في فضاء معين، تكيطيح الزوج ديالها، تكيطيح راجلها قدامها واقف. لا حول ولا قوة الا بالله. كنت خايل هذه الصورة، يعني الصورة اللي كتبقى راسخة لسنوات وسنوات. صعيب وصعيب بزاف. متابعينا شكرا لكم، كان معكم معتكف كالعادة من تطوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يصبر الأهل ديالو، الله يصبر الأم والأب ديالو، الأسرة ديالو الصغيرة والكبيرة. الله يصبر المدام ديالو اللي كانت حاضرة على الوقوع ديال الجريمة. شكرا لكم، أمين، ألقاكم بخير غدا صباحا، صباحكم مبروك، إلى اللقاء.